لم تقبله
أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، اللي هو ذهب للأمم، وسط اللي يذهبوا إلى جميع الأمم. وفي العهد القديم كان اقتران الله بالأمة اليهودية، دي كانت العروس بتاعته، شعبه اللي بيعبده. لكن لما رفضوا في العهد الجديد لم يقبلوه، لخاصة خاصة لم تقبله، اقترن بالأمم وأصبح لكل البشرية نصيب في الارتباط بالمسيح، ونحن نعتبر من ضمن الأمم. وصار القديسين اللي من الأمم أضعاف أضعاف اللي من الأمة اليهودية، صحيح الأمة اليهودية خرج منها الآباء الرسل، ومش كلهم رفضوا طبعا، والآباء الرسل لهم الفضل علينا كلنا، هم اللي بشرونا بالإيمان. لكن من خلال كرازتهم كتير كتير من الأمم طلع قديسين كتير. ومن المناسبات الحلوة إن إحنا النهاردة أيضا بنحتفل بعيد القديسة دميانة، اللي هي تعتبر كده قومية برضه، قديسة مصرية. هذه العروس الطاهرة العفيفة، فعرس قانا الجليل الله بارك سر الزين، كان أول عطاء لآدم وحواء بعد الخطية، قال لها بالأوجاع والآلام تحبل وتلد. وبقية الحديث اللي كلنا عارفينه. فهنا في مجيء الفداء الإنسان قدس وبارك سر الزواج. عشان كده في الأكاليل تتكرر هذه التعبير، يا الذي بارك في عرس قانا الجليل الآن أيضا بارك، تتكرر الكلمة دي كتير. فهنا أسس سر الزيجة وقدسه وخلى العلاقة الزوجية علاقة روحية ورابطة جسدية أيضا، واحد من الاثنين بعلاقة لا تنحل، لأن ما جمعه الله لا يفرق الإنسان. قدس سر الزينة، لكن ما لغاش في الوضع الاقتران الزينة الروحية اللي هي قال عنها القديس بولس الرسول: من تزوج فقد فعل حسنا، ومن لم يتزوج فقد فعل احسن. فالقديسه دميانة اختارت ان تقترن به هو فقط، وارتبطت به. طبعا انا مش هقدر احكي لكم كل حاجه من المناسبه الكبيره، لكن القديسه دميانة في سيرتها هقف عند نقطة واحدة تفيدنا كلنا. القديسة دميانة لما أبوها ضعف من أجلها وأنكر الإيمان، هي اللي ردته للإيمان مرة أخرى. وهنا في رد للجميل، لأن أبوها هو اللي رباها، وهو اللي زرع فيها حب الله ومحبته، وهو اللي كان زي كل أب بيحب يفرح ببنته. لما اختارت المسيح ما وقفش في طريقها، بل شجعها وبنى لها مكان
سامة فجذبت وراها 40 عذراء، زي ما طلع اجذبني وراها فنجري. نفس اللي بتنجذب المسيح ما بتحبش تروح لوحدها، تاخد معاها ناس كتير. فلما جه ابوها ضعف هي اللي ردت، وده من حنان الله وحبه لهذا الانسان اللي ربى بنته كويس، فجنى ثمار هذه التربيه في هذا الموضوع. فالمناسبات الروحية